الرحلة دي مش لناس بعينهم، دي في الحقيقة لينا كلنا، لأن اللي دعينا ليها ربنا اللي قال للكل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أقرب طريق للسعادة اللي بنتمناها كلنا إن إحنا نستمر في العيش بالحقيقة يوم بعد يوم. حقيقة حياتنا إن هي مش عالم واحد، دي عوالم كتيرة، وهو ده اللي اتعلمناه من أول آية: الحمد لله رب العالمين. رحلتنا هنعيش فيها مع بعض، بس مين قال الرحلة محطة واحدة؟ إحنا بنؤمن إن كل محطة باب لمحطة جديدة في رحلة الحقيقة. الحلقة دي بنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا جدا جدا. انت ساعات بتحس ان انت شخصين. ليه بنحس ان احنا ساعات شخصين؟ فتقدر تقول شخصين، بس في واحد بيحس ان هو ساعات مجموعة ايه؟ مجموعة الاسرة كلها مجتمعة في الشخص نفسه. محمد ممكن تعارض مثلا بين رغبات معينة والقيم مثلا. يعني انت شايف ان في بعض الاحيان بتحس ان انت شخصين عشان التعارض. ايه تاني؟ تعارض يعني اختلاف، يعني اختلاف في الاراء. بالظبط، اختلاف في الاراء ده فيك انت جواك، في اختلاف في الراي بينك. يا اما حاجه مثلا انا محتار صح اني اعملها يعني ولا لا. ده تردد ولا اختلاف؟ تردد ولا اختلاف. التردد هو ان انا مش عارف اذا كنت اعمل ده ولا لا. الاختلاف او التعارض ان انا حاجة عايز اعملها متعارضة مثلا مع القيم بتاعتي، او لسه في حوار بينهم يعني. تمام. محمود، شيخ محمود، وبعدين هدير، وبعدين جيلان. ممكن عشان مش عارف انا مين يعني، فبيبقى في حلو قوي ده. مين انا؟ عايز اعرف مين انا، صح؟ ايوه. مش عارف انا مين. عدم معرفتي بذاتي، يبقى ده سبب اتنين. بعد كده طيب هدير، وبعدين وبعدين جيلان، وبعدين عبد الرحمن. ها، ساعات علشان بيبقى فيه حاجات عايزاها بعقلي وحاجات قلبي هو اللي عايزها، فبيبقى يعني الحيرة بين القلب والعقل. الصراع بين القلب والعقل. جيلان، انا في حوارات كاملة بتدور بيني وبيني، يعني حوارات كاملة واخد رايها في حاجات، ويعني طب والنتيجه؟
يعني عادي بنفكر في الحاجات مع بعض ونطلع بقرار في الاخر. يعني. الحوارات دي بتشتمل على ايه؟ على افكار متنوعه. طيب التنوع. عبد الرحمن، في يا سيدي بشوف ناس بحسها ناس جامده يعني، فببقى عايز ابقى زيها او كده، فا او اخد حاجه من اللي هما بيعملوه. يعني انت عايز تعمل اضافات في شخصيتك، فبيحصل ايه؟ خناقه كده. ممكن حاجات متعارضه اصلا معايا، انا مثلا مش شخص كوميدي، بس في ناس طيب سنس الكوميديا عندهم عالي، فحاول ابقى كوميدي فافشل. ف تطوير الشخصيه، كلام حضراتكم كله مهم، بس انتوا نسيتوا حاجه مهمه جدا، وهو الضغوط. احنا بنحس ان احنا بنتناقض لما بتحصل ضغوط، بنحس ان احنا شخصين، شخص قبل الضغط وشخص بعد الضغط، اثناء الضغط. يعني مثلا من اكتر الاشياء اللي احنا بنحس ان احنا اتغيرنا فيها هو طريقه تفكيرنا ساعه ما نكون مضغوطين، صح؟ بتبقى مختلفه. مين بتعجبه طريقه تفكيره عندما لما يكون مضغوط؟ في ناس كتيره بتنجز ما بتعرفش تنجز غير تحت ضغط. الكلام ده كذب. ده هو في الحقيقه انا كنت من النوع ده. مفيش حاجه اسمها واحد ما بيعرفش ينجز غير تحت ضغط. اللي بيعرف ينجز بيعرف ينجز، بس هو بيعمل ايه؟ هو عنده حافزيه، ان هو عنده قدره مختلفه، كانه سوبرمان، وعنده حته كده اشبه بايه؟ اشبه بلقطه الفتح، يعني اشبه بلقطه الستر، صح كده؟ عفريت انا زعق. بيعمل ايه؟ يخلص الشغل، يخلص 80% من الشغل في 20% من الوقت، يخلص 80% من الايه؟ من الشغل في اخر 20% من الوقت، ويسمي اللي عمله ده ايه؟ يسمي اللي عمله ده انجاز. ليه؟ عمل ال 80% في ال 20% على شويه ستر مع شويه ايه؟ مع شويه فتح. ايه اللي حصل؟ اتقضت وايه؟ واتقضت بشرف، واتقضت من غير جرح للمشاعر، مش كده؟ بس هو الحقيقه ما اتغيرش، هو نفس الشخص، بس هو ايه اللي حاصل؟ خلينا نفرق ما بين حاجتين، ما بين ان انت متناقض. امتى تكون متناقض؟ امتى تحس ان انت شخصين؟ مش انك تحاول تعمل منتجات جديده. تكون متناقض لما تخالف قيمك، لما تخالف مبادئك، لما تدي الواحد حقه وتمنع واحد حقه. الضغط يا جماعه حله الوحيد ان انت تفهم ان الضغوط دي ليست اشياء تقضي على حياتك، بل اشياء تطلع في حياتك افضل ما فيها. طب احنا ايه مشكلتنا ان احنا نفهم ده؟ مشكلتنا ان عايزين حد يحن علينا. ساعة ما يجيلك الضغط اعتبر الضغط ده مش حاجة بتدوس عليك، اعتبر الضغط ده فرصة متاحة ليك عشان تطلع قدراتك اللي احنا قلنا 95% منها مظلوم ما بيطلعش. طلع قدراتك لما يجيلك الضغط. لما يجيلك الضغط اضغطه بايه؟ بان انت تطلع له كل قدراتك اللي انت مخبيها. يبقى لما يجيلك الضغط اعمل ايه؟ طلع له قدراتك. يبقى اهو، يبقى تغير مفهوم الضغط عندك. تاني حاجه، استخرج قدراتك. لما يجيلك الضغط اعمل ايه؟ استخرج قدراتك. يبقى واحد راجع مفهوم الحياه. اتنين، استخرج قدراتك. ثلاثة، ببساطة خالص، لما يجي لك الضغط استمر في العمل، استمر في الكلام. لما حد يضغط عليك، هضرب لك مثال، لما حد بيضغط عليك وانت بتتكلم، لو وقفت عن الكلام ايه اللي يحصل؟ خسرت كل حاجة، خسرت العلاقة، خسرت الكلام، خسرت الموضوع. لكن لو استمرت في الكلام ايه اللي يحصل؟ احتمال كبير تجد مخرج وتجد توافق بينك وبين الانسان اللي ايه؟ اللي حاول يضغط عليك. هو في الحقيقة ما كانش عايز يضغط عليك، كان حاول بيعمل ايه؟ كان حاول يتعامل معاك بتعبيره عن فكره، بس هو استخدم وسائل مش لطيفة عشان تخرج في شكل ضغط. يبقى راجع مفهوم الحياة، واستخرج قدراتك، واستمر في العمل. التلاتة دولة مفيش ضغط هيقدر يأثر عليك، وهتستطيع ان انت تتعامل مع حياتك بشكل اريح، وبشكل ما تكونش فيه انت دايما حاسس ان حد دايس عليك. ما تسيبش الضغط يدوس عليك، لان الضغط ما بيدوس، ولكن استمر انت في العمل.
بحبك واريدك واتمنى ابوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسن حبيبي محمد ما فيش زيه اتنين حبه ساكن قلبي اه يا قلبي يزيد كل اتنين جماله دلاله متغطي بجلاله جماله دلاله متغطي بجلاله وتقعد قباله يا حبيبي تشوفهم الاتنين بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين ناس كتير بتأثر فيا وأنا مش عارف أبقى نفسي أعمل إيه؟ السؤال ده بيتردد على أذهان ناس كتير. المسألة سهلة، تعال نعمل مع بعض شوية إجراءات. أول حاجة اكتشف قدراتك ومهاراتك واحتياجاتك، تاني حاجة حاول تجرب قدراتك وتراعي وانت بتجرب قدراتك احتياجاتك وتلتزم بقيمك، تالت حاجة اكتسب مهارات جديدة وطور من حياتك عشان ما تكونش يومك زي أمسك، لأن حضرة النبي قال من كان يومه كأمسه فهو مغمون، فما تحاولش تكون أنت هذا الشخص ده. آخر حاجة وانت لو عملتها هتقدر تكون نفسك، دايما خليك حاسس إن أنت مدعوم وممدود من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى دائم المدد لعباده، فإياك تنسى مدد ربنا عشان ما تتحولش العالة على حد غيرك. الأربع حاجات اللي أنا قلتهم لك دول مش هتحتاج بعدهم إن أنت تكون حد تاني، لأن في الحقيقة هتتفتح طريق من النور بينك وبين مولاك، وساعتها أكيد هتكون نفسك مش هتكون حد تاني. يا رب اجعلنا دايما نكتشف ذواتنا ونستطيع بهذا الاكتشاف ان احنا نفضل دايما في نور معيتك.